بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا النهارده قدام محل بيدو فيش. بيدو فيش صح؟ بيدو فيش. الاستاذ شرفنا باسمك بقى. عبد الله، محلات بيدو فيش حدائق الاهرام. تمام، حدائق الاهرام. العنوان بالظبط للناس 43 حدائق الاهرام، امام بوابه نادي اربعه. البوابه الرابعه لنادي حدائق الاهرام، البوابه الرابعه. هناك في الناس داخله. تمام، الناس داخله منها من البوابه. تمام، ده النادي يا جماعه، ده سور النادي. نبدا كده نخش مع بعض المحل. المكنات عند الجالوريا، عند الهايبو، عند الانشور البايونير، كل ده مكان جيك. عند الجالوريا، عند طبعا الاكوا مارين، الاكوا مارين كله بمقاسات. عند البن، عند البانكس، عند الدايوا، الدايوات، عند مكان الجر، عند كل المكان ده بقى اللي هو المكان الصيني اللي هو اسعاره حنينه شويه. برضه مكان قال الشمال. عند الشمال طبعا ده مكان التصوير اللي هو ال ده مكان التصوير بقى اللي هو الحنان. عندي مكان الكاست الصغير، المكان عندي بتبدا في بحاجات 150 جنيه. في بوكسات برضه اهي، وعندي بوكسات، وعندي الشفات. تمام، نخش بقى جوه كده نعمل جوله داخل المحل ان شاء الله. عندي طبعا الملقاف، عندي العدان الكاربون. تمام، اللي هي ممكن نشتغل بيها شط. عندي العدان الصب بتاعت النيل، وبرضه التشويح الكلام ده كله. عندي بقى الاكسسوارات كلها، عندي مقصات، حامل سمك، عندي الرابلات بتاع الكاست كلها، الجيلي، عندي الواير، عندي واير كل المقاسات، عندي ابو شراره، عندي سنون بواير، عندي الاسيستات والدبل، وعندي السنون بكل المقاسات من اول الجدم لزير 12. عندي مداول بمقاساتها وبانواعها. المداول بتاع الجر والمداول العاديه بتاع كل الدبل. وعندي طبعا اللورز، الرابلات بتاعت الكاليماري كلها، المستورد والمصري ان شاء الله، التصقيط وكله. وعندي السمون. نيجي بقى للسمون. عندي بقى الماستر، وعندي اليوفيلا، وعندي الاي اف تي، وعندي في نوع جامد جدا اللي هو الفي ام سي، فيها بحلقه ومن غير حلقه. وعندي الاسد، عندي كل مقاسات السنون من اول 10 لحد 0.6. النيل وعندي طبعا كلها. ودي سكاكين برضو اكسسوارات، ودي الفسفور. عندي بقى نيجي هنا الركن الجر بتاع الجر كله، البرد بكل مقاساتها، وعندي المعالق، وعندي كل الالوان طبعا. دي ماسكات، وعندي الحامل بتاع العيدان على الوسط، وعندي كل حاجه من اول الهوبكنز لحد الماركات الاقل. تمام، عندي بقى هنا كل اللينس. عندي اللينس اللي هي البريد، اللينس دي جامده جدا، اللي هي اللينس اللي بكر، وفيها طبعا رمان بيل. وعندي كل الخيوط، عندي الشعر، وعندي البريد، عندي الهيجمون، وعندي الجسترون، وعندي التورنيدو كله من اول ال 20 لحد الخيط ال 70. عندي الكريستال، عندي طبعا التقل بكل المقاسات من اول البني بتاع النيل لحد الكبير. المقاسات رصاص جميع الاوزان، رصاص البحر، رصاص النيل، حاجة النيل كلها موجودة، حاجة البحر كلها موجودة. عندي بقى الجيكات كلها، اي جيك ما شاء الله، عندي كل الجيكات. اغلى جيكة عندي هتلاقيها ب 140 جنيه، في جيكات ب 100 جنيه، ب 75 جنيه معظم الجيكات. عندي طبعا كل بتاع المكن، عندي شنط، عندي بوازيك، عندي خيوط اللي هي ال 10,000. العيدان بقى، عندي كل العيدان، عندي العيدان من اول عود التسقيط ب 90 جنيه، ب 95 جنيه لحد عيدان الجيج بقى الايجيبت، وعندي البايونير، وعندي عود الدايو ده عود جامد جدا. تمام، بيشتغل بيجيك. وعندي الاكوا مارين، وعندي عيدان جر، كل العيدان موجوده يعني، سواء الشعبي او الحاجات العاليه موجوده. تشرفونا ان شاء الله في اي وقت، وتحت امركم محلكم في حدائق الاهرام. المحل في حدائق الاهرام يا جماعه، يعني البوابه الثانيه 43 بوابه احمس، امام بوابه 4 نادي حدائق الاهرام. تمام.